نبارك حياة أختنا، ومهم جدا نجتمع كلنا ونرسل لها الضوء. وأختنا قاعدة كونية رائعة من الأندروميدا، وعائلتك الكونية بالمناسبة مهتمة بك كثيرا كثيرا حقيقة. أنت ضوء أبدي، وضوءك يا أختي ينير كل الأكوان. آمين آمين آمين. فإحنا عندنا سفرة كونية وأيضا سفرة عظيمة حقيقة، وأعتقد أيضا أنت عشت فيها محطات عظيمة يا عزيزتي. نعم، الكائن العظيم، باركك أستاذ وبارك المجموعة. يا عزيز تحياتنا. أستاذ، أنا يعني راح أعقب على يعني جلسة أختنا ذو كان 17 و260. اي أنا أستاذ صار لي شيء يعني يشبه اللي صار معاهم، نعم شيء غريب يعني يمكن مرتبط نوعا ما. أنا أول ما عملت الجلسة وجدت نفسي أستاذ في مركبة كونية، دخلت داخلها أستاذ وما أعرف تابعة لمن، لم تكن لعائلتي الكونية ولم تكن للأندروميدان أو الأسودين أو البليديان. يعني أنا رأيتهم بوضوح، كانوا جالسين داخل المركبة يعني هاي الكائنات، وكانوا قصار القامة نوعا ما، وهم ينظرون لي باستغراب وأنا أنظر باستغراب. نعم يعني هم ما عرفوني وأنا ما أعرفهم للأمانة. بس أنا سحبت، يعني في أحد ساعدني وطلعني من ذاك المكان أستاذ. أي فتواجدت أستاذ في كوكب الأندروميدا مباشرة، بس ما كان كوكب الأندروميدا لزعرعة الروح الضوئية. يعني نعم كنا ما زلنا في بداية الجلسة أستاذ، يعني في فأنا بداية الجلسة وأنت ذهبتي أو سحبتي إلى كوكب الأندروميدا. نعم في بداية الجلسة تماما. عجيب. بعد أستاذ ما أرسلنا الضوء إلى الغلاف الجوي للأرض، أي يعني أول شيء أكملت إرسال ضوء أزرق يعني كبير نعم هائل من موضعين الثالثة إلى الأرض. أي هاي كان مشهد عظيم أستاذ، عظيم عظيم، مؤثر مؤثر يعني بالنسبة لي. كان في حب، يعني كل الكائنات مجتمعة بحب تصلي إلى الأرض، ترسل الله الضوء صح للأرض، آمين هدوء للأرض، سلام للأرض. كان مشهد رائع رائع، يعني مشاعريا وعاطفيا أنا كنت تأثرت فيه أستاذ. نعم بعدين أستاذ، بعد ما صحبت لتلك المركبة، لا أعلم هل هي نفسها مركبة دراكونيان اللي تكلموا عنها الأخوات، أي ما عندي أي أدنى فكرة. ممكن احتمال أستاذ أي تكون نفس المركبة لأنه لا جدا لا في مو بعد. نفس المركبة، لا لا ما لها علاقة. لا بس ما عرفت أنا من اللي كانوا هناك، هي يعني أعرف بس هي ملايين من المركبات صحيح ما لها علاقة. إي أنت ليش تربطيها؟ ممكن يعني لا، بس إي أنا رأيتهم بوضوح، إي كانوا قصار القامة إي ولونهم رمادي أستاذ، إي ممكن من الرماديين. ممكن إي والرأس طيب هم عندهم وجوه يشبهون الرماديين تقريبا؟ قليلا، آه قليلا. على زواحفين أم ماذا باعتقادك؟ لا على رماديين أكثر. إذا مو قليلا، مو صحيح؟ إيه، لأن إي الزواحف يعني ملامحهم حادة شوي، إي أما لا، أما الرماديين ملامحهم أبسط إي أبسط، فذلين يشبهون الرماديين أكثر كانوا. نعم بس هم كانوا ينظرون باستغراب، يعني ما عملوا لي شيء، ما اي يعني ما أذوني، ما أرسلوا لي أي طاقة سلبية، أي تخويف أبدا اي أستاذ، ولا أنا شعرت اتجاههم بأي شيء. فقط أنا مباشرة خرجت، يعني في قوة سحبتني وطلعتني من ذلك المكان. اي فأستاذ لما وصلت كوكب الأندروميدا وجدت كائنات عدد كبير، المكان كان مغلق لكنه الله شاسع، اي شاسع المكان، هو صح مغلق يعني واضح أنه مكان اي غرفة اجتماعات أو ما إلى ذلك، إلا أنه شاسع 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 نعم وباللون الأبيض تقريبا، أو في كائنات مختلفة مختلفة مو بس أندروميدا. هل يعني تعتقدين عندهم اجتماع مثلا؟ لا أستاذ ينظرون إيه؟ إلي، يعني
ينظرون إلي، يكلموني أنا وأهلي، اي يعني عارفين إن أنا بوصل هناك، أو الله، يعرفون إن أنا مثلا عاملة سفر كوني وناويين يسحبوني عندهم، عجيب. فعارفين. هل قصدك يعني هم يعني كانوا يريدون استقبالك، أو هم متحضرين يستقبلوك؟ نعم نعم تماما، أستاذ، آه. يعني جاهزين أكون معاهم. أستاذ، كائنات كثيرة كثيرة أستاذ، أي. منوعة من جميع الفصائل، نعم. وكلهم يقولون يعني أنت ابنتنا وأنت الله، معنا. بس من تقولين فصائل، هم يعني قصدك كلهم من اندروميدا؟ لا لا لا، فصائل مختلفة، يعني من ما أي زالوا كائنات مثلا؟ النمليين والطيورين موجودين أيضا، عجيب. فصائل أخرى أيضا أنا ما أعرفها، أي، كلهم موجودين مهتمين، يعني مع يعرفوني، يعرفون، الاندروميدا بالطبع. نعم يعرفوني أي أنا من مثلا هناك، أنا وشنو أمثل لهم، يعرفوني تماما. أنا عجيب، مستغربة من الحب، مذهولة من الاهتمام. لأن عملت هناك كثير وساعدت هذه الكواكب النمليين الطيوريين. أيوة، ممكن انتبهي، بس أريد أقول لك حاجة، ممكن آلاف من السنوات أنت تبنين كواكبهم، وممكن يعني هو أنت عندك القيادة، يعني أقصد قمت ببناء، ها، وترتيب وتصميم و تهيئة يعني هاي الكواكب لاعتناء بهذه الكواكب اللي هي الكواكب النملية الطيورية، ولهذا هم يعرفوك. فأنت هناك مئات الآلاف، ممكن مئات الآلاف أو آلاف من السنوات. هي هذه، بصوا، هذه قصتنا الكونية. أريد فقط لو تسمحين لي، لأن هذا الموضوع مهم بالدراسة هذه. انتبه يا أخي ويا أختي، كل واحد يسمعني، أنت يعني حقيقة أتيت بنقطة في غاية الأهمية حول الدراسة الكونية. عندما أنت تصعد للعائلة الكونية، هاي مو فسحة، لا تستعجل تأتينا وفقط أنت تفكر بس تلتقي مع الكائنات الأسودية. لو أنت تنتمي للعائلات الأسودية الكونية، مش هكذا. هذه الكائنات متطورة، أريد نتكلم بهذا الموضوع. هذه الكائنات عندما نقول متطورة، ماذا يعني هذا؟ أنتم من تسمعون الكلمة مش تمشوها، إيه متطورة وباي باي، لا، متطورة ولازم تعرف، بمعنى هم يشعرون بالمسؤولية، هذا هو التطور. هم عندهم واجبات بنائية، عندهم واجبات إشرافية، يشرفون على الكواكب، يشرفون على المجرات، هذه طبيعة حياتهم. فأنت عندما تتوسع أوكي بالحياة الكونية، يعني فكرك وعيك، انتبه انتبه، تأخذ هذه الدراسة بجدية عالية، مش فقط بجدية، مش فقط بجدية، بجدية عالية. لأنه أنت مثلا صعدت العالة الكونية، التقيت معهم، ماذا يحدث؟ أنت يصير عندك تخصص، ممكن أنت تعتني، يعطوك مهمة الاعتناء بكوكب النمليين، فأنت يكون عندك بروجكت ليلا ونهارا تتابع حضارة النمليين، وماذا يحدث عند النمليين، وليش بنوا كذا، ومين هذا داخل ومين هذا خارج. وممكن هذا البروجكت أنت تصرف 10,000 سنة، انتبه، يعني أنت متخصص 10,000 سنة فقط على كوكب النمليين. فهم هكذا المجتمعات الإيجابية، يعني كائنات الدروميدان عندهم أقسام، ديبارتمنتس بالإنجليزي، لا، القسم يسموه ديبارتمنت. فمثلا هناك اندروميدان متخصصين بإدارة والإشراف، بالإدارة والإشراف على الكواكب النملية، وتجد قسم منهم يصرف ممكن 50,000 سنة فقط، هو عنده ملفات ومهتم بهذه الحضارة. قسم آخر متصل بكوكب الأرض، كائنات اندروميدان يشرفون على كوكب الأرض، اهتمامهم وعندهم بروجيكتس ريسيرش، بحوث، يتناقشون مؤتمرات، وممكن يصرفون
50,000 سنة. فأنت هكذا تكون، أنت مش رايح للفسحة، أنت مو رايح للفسحة. فأنت عندما يعطوك بروجكت، اعرف هذا حتصرف فيه آلاف من السنوات، لأن هذا كوكب، هذه مجرات، هذه أكوان، وتناقش هو هذا، هذه حياتك الكونية، تناقش باستمرار. مثلا إذا يعطوك كوكب النملين، تناقش باستمرار وتزود الأعلام منك بأمور، يعني مثلا أندروميدا الأعلام منك، والأعلام منك يخبروك هيك تعمل، وتسافر هون وتصعد هون وتنتقل هون. آلاف من السنوات أنت مهتم فقط بحضارة الكواكب النملية. فهي هكذا الأكوان. فهذه دراستكم أنتم الآن اللي معانا اللي يسمعوني، اهتموا بها، مو تكتبوا لي تقرير كأنه يعني قسم منكم، صراحة مو صحيحة، كأنه ذهب فسحة. اكتب تقرير جيد جدا جدا إذا أنت تريد تفكر. طيب أنت كيف حتشتغل معاهم 20,000 سنة تدير، ممكن تشرف على الكواكب النملية؟ كيف يعني؟ غير يكون عندك تركيز عالي، ذكاء عالي. مو هذه أكوان، هم هكذا يبنون الأكوان. فهو ليه تكلمنا بهذا الموضوع؟ لأن أنت أتيتي، أقصد أنه هم لماذا استقبلوك؟ لأن أنت هناك قضيتي آلاف من السنوات، أنت ما بتعرفين هذا. ممكن ما أعرف، ممكن 100,000 سنة أنت تبنين هاي الكواكب أو تشرفين. إيه هذا يعني يا عزيزتي؟ نعم استعد هسه استعد أنت تحبين تصرفين 50,000 سنة ترجعين وتعيدين البناء معاهم؟ مستعدة ها؟ أكمل إيه؟ مستعدة أكمل أستاذ إيه؟ لما أخبروني أن يعني أنت ابنتنا أنت معنا، أنا الله. ذهلت من المشهد فبكيت بكيت كثيرا وأنا إيه؟ هنا أستاذ. إيه؟ فسألتهم كيف أكون ابنة الجميع هنا؟ الله، سؤال رائع. نعم أنا شلون ابنة الجميع؟ يعني إذا أنا من الأندرومدا ليش الكل يقول أنت ابنتنا؟ إيه؟ النمليين والطيوريين والبقية يقولون ابنتنا. فأخبروني أن هم يريدون صعودي، أخبروني أنني عدت، أنا رجعت أنا الله رجعت. الله، أنا من أقول يعني هاي كلمة الله، هذا مدهش. يريدوك هناك. تسمعون يا شبابنا، كل واحد معانا اسمع، يحتاجوك حقيقة. أستاذ أخبروني أن أنا نجحت، يعني أنا الآن أعود، أنا اي الآن فعلا، أعود. هي هو كل الطلاب هاي السفرات الكونية، هو ما هي الغاية؟ طبعا ارجاعكم وصعادكم نفس الشيء، الرجوع والصعود. ايه أستاذ بعدين أخبرتهم كيف أكون أنا الواحد، كيف أكون أنا الكل، أنا ايه شلون أكون كلكم أنا. ايه أخبرتهم أنا درست مع الأستاذ شون الفكر ايه الاتحادي، أخبرتهم أن يا لها من فلسفة رائعة للكون، ايه لقد طبعا. تبنيت لها مباشرة، ايه لكنني لم أستطع أن أكون الكل. فوجدت نفسي أستاذ بعدها أردد وأعلن أنا الضوء، أنا الحب والجمال والأبدية آمين. والأزلية. فبدأ الضوء يزداد من حولي، صح، فأصبحت ضوء كبير الله. يتوسع ويتكثف ايه ويدور وينطلق في الأكوان كلها صح، وينتشر انتشارا عظيما. الكلمة خالقة. ايه فعلا. نعم فعلا الكلمة خالقة أستاذ. بعدين أستاذ أنا أصبحت جسم كائن طيوري عظيم عظيم عظيم، يعني له أجنحة عظيمة عظيمة عظيمة، ضخم ضخم، يعني بحجم الأكوان. ما ايه كان عادي، يعني ما كان جسم كائن عادي، يعني كائن مجنح عظيم بعد عظيم. اعلانك هذا. ايه نعم بعد إعلاني صح، هذا أستاذ أخبروني أنهم طوال الوقت يحاولون سحب الجسم، ايه صح، يعني يعملون علي، يعني يسحبون الجسم. أخبرني خلق كوني أن جسمي فيه ثقل في ايه الترددات، صح، فهم يحاولون
يحاولون، دائما يحاولون. بعدين استكشفت نفسي أنا بطاقات النجمة الخماسية، فباركت النجمة الخماسية و... وين شاهدتي؟ وانت بذلك الكوكب قصدك ولا كيف من نعم أنا فضلك؟ بذلك الكوكب اي وأنا معاهم، يعني شفت نفسي أنا أتحد بطاقات النجم الخماسية. ممكن عجيب يكون إلهام، إلهام منهم، تعليم، صح. يعني يعلموني شلون فعلا إيه. شلون أصعد، تنسحبين صح بالنجمة الخماسية صح نعم الضوء شلون اي أنسحب لهم. فأستاذ وجدت أن النجمة الخماسية موجودة حواليني، في الأسفل وفي الأعلى وفي اليمين وفي اليسار، حواليني في كل مكان، تصعدني تصعدني، تملأني يعني بالضوء، بالصعود، أصعد آمين بطاقاتها، أتحد بعناصرها، أفعل مفاهيمها، فلسفتها، أكون أنا النجمة نعم الضوئية الخماسية. فأستاذ بعدين أنا طلبت من أخي الكوني أن يقوم بتنظيف كل الترسبات والتكلسات التي تحجب عيني الكونية. فسألني: هل أنت مستعدة للتفعيلات القوية؟ الله أي قلت نعم مستعدة. أي فأستاذ بدأ يسحب أشياء من رأسي، عملية السحب، صح يعني مش إزالة عملية ملء، التكلسات فعلا. لا لا صح جدا مش عملية إيه؟ ملء ضوء، لا، سحب، سحب إيه كل إيه شيء، إيه ينسحب، إيه يسحب شيء ما، يعني مثل الخيوط، مثل صح. أشياء تنسحب تماما، يعني أحسستي بهذا السحب قصدك؟ أحسست بقوة السحب. حتى بعد إيه انتهاء الجلسة استمريت بالإحساس بقوة بالتنظيفات والتفعيلات في هاي المنطقة. إيه التفعيلات كانت جدا جدا قوية، وهم يعني جديون الساد في هاي الموضوع، في عرفتي عملية هذا السحب اي اي والتنظيف. يعني أدركت في سفرة أن العمل جاد، يعني صح جدا اي. وهم بشكل يعني جدا. تجمعوا حتى يخبروك بهذا الامر نعم ويعطوك أستاذ، اشارة انه انت استعدي للصعود اي أستاذ طلبوا مني أن أخبرك، أن أخبر الأستاذ اي أنهم يعملون على السحب، هم قاعدين يشتغلون. الله باسم الضوء. وأنا عندي هاي الشموع يعني وباسم الضوء فرحانين فرحانين يعني هاي فرحة فرحة. وهذا يوم عظيم بحياتك حقيقة. فاجأتينا بس يعني مفاجأة مدهشة 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 مدهشة. مرات يعني حقيقة مرات احنا ممكن نتحدث وما بنعرف الخطط التي هم يرتبوها للطلاب. اي فبمعنى انهم كل هذا العمل فهم يريدون ان يصعدوك. مدهش هذا مدهش يا اختي. وهذا يوم ميلادك الكوني ويوم ممكن فرحنا الكوني بك وانت قائدة كونية رائعة. اي واصعدي ارجعي لانه انت من هناك اتيت. اي من هناك انت من هذه الكائنات العظيمة التي تحبك وتباركك وتريدك إليها باسم الضوء. وكلنا نعلن أنه أختنا تصعد. كلنا نقول لها اصعدي ارجعي إلى عائلتك الكونية. أنت من الضوء أتيت وهذه عائلتك الكونية تباركك. استلمي بركات الأكوان. آمين آمين آمين. أي هذا خبر عظيم حقيقة. أي عزيزتي بعدها أستاذ بعدها يعني أنا رجعت إلى الأرض، اي رجعت مع كون هي الجلسة، لكن جلسة يعني مدهشة مميزة بحياتك جدا وأستاذ حسيت أن نسخي أيضا اللي التقيت اي فيها أو عرفتها لما استرجعت جزء من الذاكرة الكونية أيضا يعني متصلة معي في هاي الجلسة عجيب اي بشكل عظيم. يعني كأنهم ينتظرون أن أنا أعرف يعني نسخي أو حياتاتي الكونية وأدواري الكونية في تلك الأبعاد. هم الله يريدون أن أعرف، يعني عشان أعمق الاتصال بهم، لأنهم صح. مهتمون، مهتمون بشكل كبير أستاذ. هذا مدهش اللي جاي يصير بحياتنا بحياتك حقيقة. هذا مدهش اي مدهش مدهش هذا رائع جدا. واحنا فرحانين بك وفخورين بك. وايضا كائنات الاندروميدا فخورة بك لان انت هنا قاعدة عظيمة تعرفين اي عزيزتي. انت الكون يحفظك ويبارك حياتك اليوم وكل يوم.
آمين آمين آمين. مبارك حياتك يا أختي، استلمي الضوء، دائما تعيشين محبة الأكوان وخير الأكوان، كلنا نقول باتجاهها تعيش أختنا محبة أبدية وخير أبدية اليوم وكل يوم. يا عزيزي، أعتقد أيضا جلسة عظيمة حقيقة، وأنت تعيشين حياة عظيمة بهذه الدراسات والسفرات الكونية يا عزيزتي. نعم، الكون العظيم باركم أستاذ. بارك حياتك. أستاذ، كانت التفعيلات قوية مثل آخر جلسة تبع ايه مبارح، نعم، وسريعة سريعة جدا. يعني أنا دايركت شفت نفسي موجودة في كوكب الأندروميدا، نعم، مو في المركبة. يعني ما شفت لا النفق ولا المركبة ولا أي عجيب. مقدمات. ايه سريعة سريعة، أنا شفت نفسي مباشرة في كوكب الأندروميدا، الله، ايه نفس تقريبا يشبه المكان اللي آخر مرة أنا كنت فيه، اللي عندما في تجمعوا كائنات مختلفة. اي إيه المجتمعات والكائنات المختلفة، صحيح. تقريبا، أعتقد أنا في نفس المكان، أقلها اي أنا في نفس الكوكب، رائع كوكب جدا. واحد في اي الثمانية. فأستاذ، يعني أنا شفت أفراد كثيرين هالمرة من عائلتي الكونية، وبعضهم اي ممكن مو من عائلتي الكونية لكن من الكوكب نفسه، يعني كأنما يعرفوني يعرفوني. كم من فضلك، كم نسبة الوضوحية تقريبا يعني؟ أستاذ، كانوا يظهرون يعني كمشاهد، يعني أشوف صورة شخص يختفي، شخص يظهر آخر، يعني وجوه وجوه، يعني كأن قاعد تستعرض أشخاص كثيرون أمامك، بس كانوا واضحين. يعني أعطيهم وضوح 60%، واضحين. وأستاذ، بعدين عائلتي الكونية دار بيني وبينهم حوار طويل طويل جدا طويل. أنا اي أعرف لما رجعت للأرض يمكن ما يستحضرني شنو هالنوع الحوار، بس كان طويل طويل جدا جدا. يعني كنت أتكلم عن أشياء وايد صارت لي في الأرض معاهم. الله، ايه إيه، فهم كانوا يكلموني عن الحب، يهدئوني، فأنا طول الوقت كنت أبكي 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 أبكي. وأحيانا أنا في وعيي اللي في الأرض مو فاهم، يعني مو فاهم أنا ليش أبكي، بس كان عجيب. كله دموع طوال الوقت. ايه ووعي اللي موجود معاهم، يعني أحيانا أنا أكون في وعي الأرض وفي الوعي الموجود في الكوكب، فلم يعني كأنما أمتلك وعيين أستاذ في صحيح. نفس اللحظة. فوعي اللي معاهم كان يتكلم عن الحب، كان يتكلموا معي عن الحب، إن نحن نرسل لك حب، أنت اسم محتاجة الضوء. حب. ايه نعم، كثير كثير كثير، يعني كانوا ما يحتضنوني، كانما مفهوم الحب أو فلسفة الحب هي تحتويني هي بحد ذاتها، يعني مو الاحتضان الجسدي، يعني أنا أحضنهم بالجسد، لا، يعني يشرحوا لي فلسفة الحب، شلون ممكن هاي الفلسفة هي تشكل احتضان يعني روحي أو معنوي عظيم، يعني اي فكر فعلا، وفلسفة أنا أعيشها من الداخل. اي رائع جدا. اي فأستاذ، يعني بعدين عائلتي الكونية أخذوني إلى شخص جدا حكيم جدا، يعني روح قديمة موجودة هناك في الكوكب من كائنات الأندروميدا، وهو رجل يعني قائد عنده حكمة طيب انت و... الان بجسم الاندرومدون هناك معاهم اعتقد، صحيح؟ أه ما أعرف، اها فعلا ما أعرف. أستاذ، أخذوني ايه لعنده واستقبلني يعني بحب، يعني كأنما عائلتي، خبرونا أن يعني أنا بنتهم ورجعت، وهم كعائلة فخورين وفرحانين، وأيضا الشعوب الكوكب وقادة الكوكب ايه أيضا سعيدين وفرحانين أن أنا وصلت، أن أنا صعدت. أستاذ، قاعد يعاملوني أن أنا شخص صعد، شخص نعم. وصل بهاي الطريقة، يعني مو شخص في البعد الثالث ويتصل بهم، لا لا، لا لا فعلا هناك انت، شخص نعم صعد. نعم، شخص صح، صعد ووصل رجع الى ورجع. حقيقته نقول. ايه نعم، ايه بهاي صح، الطريقة يعاملوني. فأخذوني لهاي الشخص وأحسست أنه روح قديمة، يعني روح حكيمة، الله. روح عندها ايه كثير من الخبرات، حتى شكلها ملامحها لبسه مختلف عنهم.
في شوي اختلاف عنهم، يعني يمكن طبيعة ايه دوره. وباركني ينضلي بحب بفاخر كبير يعني كبير. انت قصدك شعرتي هناك فرق بينه وبين بقية طاقات الكائنات الكونية؟ صحيح صحيح، عجيبة، أي يعني يعني واضح من أعلى شخص طاقته الحكيمة. أعلى، واضح، نعم، طاقة عجيب. أعلى، حكمته، خبراته الكونية، روحه أحسها قديمة، يعني روح عندها خبرات عميقة. واضح، إيه عجيبة هذه. نعم، واضح جدا هاي الشيء عليه، سواء من مظهره الخارجي أو من طاقته. أستاذ، بعدين ظهر الكائن القائد الطيوري اي مرة لدى اخرى، على اي الاتصال معه. نعم، أستاذ، الغريب أنه هو ظهر وأنا كنت أتكلم معه، وأنت في الجلسة كنت تقول أبارك الكائنات الطيورية. صح، يعني أحسستك اي قلت ظهر، أستاذ يعني على تواصل عميق أنت معانا في الجلسة. اي فهو فعلا كان موجود لما أنت كنت تقول نبارك الكائنات الطيورية. وهي ف كائنات عظيمة ونباركها. خلي عظيمة، نباركها أيضا مرة أخرى، نبارك هذه الكائنات الكونية الطيورية، تستلم كواكبهم مجتمعاتهم الضوء الأبدي. كلنا نقول تمتلئ مجتمعاتهم بالمحبة بالضوء. استلموا أيتها الكائنات الكونية المباركة المقدسة، الكائنات الكونية الطيورية المباركة المقدسة، استلموا الضوء والمحبة والخير في أرواحكم، في حياتكم، في أفكاركم. آمين 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 يا عزيزي. أستاذ أنا يعني باركني نعم، وخبرت أنه ساعدني أكثر على الاتصال ببقية النسخ في استرجاع الذاكرة الكونية، فعطاني التمرين. أصلا أخبرني أنه هم في الجلسات السابقة علموني هذا الشيء، وصار مرتين هذا الشيء، مرة مع كائن من الأندروميدان من بعد الحكمة، ومرة مع الكائن هذا الطيوري. نعم، أعطاني التمرين سهل جدا وطبقه معاي في أكثر من جلسة، فأخبرني أن مجرد أنظر إلى عيونهم، أركز في صح، العيون، فقط الله يحدث الاتصال وأنسحب الله معه الله، وتنفتح الذاكرة صح، اي فقط من خلال التركيز على العيون هو هذا فقط. الاتحاد بالروح، اي اتحاد بالروح صحيح فعلا، او ينقلون اليك، صح، ينقلون اليك طاقات، سجلات طاقات، ممكن هيك نقول ترددات كونية. اي نعم أستاذ، فأنا وصلني ضوء جدا كبير واهتزازات طوال الجلسة، ضوء، اهتزازات، طاقات الاهتزازات فيها ألوان. الضوء لما أشوفه إيه. ملون، يعني يهتز وملون أو يلتف أستاذ، يعني بهذه الطريقة. وأستاذ، أنا سألت الكائن الطيوري، كنت تقول لنا ارجعوا للأرض يعني، بس أنا في اللحظات الأخيرة سألت أن الأستاذ يطرح عليكم سؤال عن هاي الكائنات. إيه هذا مهم، إيه نعم أستاذ، فأجابني، خبرني أن فيها جينات من الكائنات الطيورية، الله فعلا، إيه وجينات من فصائل أخرى، وجينات بشرية أيضا. صح، اللي هي الساسكواج. واحنا نعم تحدثنا أستاذ، يعني عندما ايضا استضفنا فولكوني 17، رجعنا ايضا شادوا يعني هذه المحاورة مهمة حول حضارة الساسكواج، هكذا يسموهم، وكان لقاء مهم. وهي كائنات طيبة جدا، نعم وهي الكثير كائنات ثقافات بشرية طيبة على الطيورية، رفيقة. ممكن نقول موجودة في، نعم، في الغابات هكذا، في الجبال، أي، وهي لها تاريخ، يعني نقول تاريخ بالأرض، يعني حقيقة تواجدها، وهي على اتصال بالكائنات الكونية، وعندهم قسم، يعني عندهم القابلية على الاختفاء بالجسم، يتميزون بضخامة أجسامهم، بطيبتهم، قواهم الروحية، جدا عندهم قوى روحية عالية حقيقة، أي، وعندهم الطيبة، وأيضا دائما هم يقدمون مساعدة، تعرفون، للحضارة البشرية وحماية للحضارة البشرية. إيه عزيزتي، فهو قال عندهم يعني أجناس هيك تقريبا من الكائنات الطيورية. نعم، تمام، أخبروني أنهم
أيضا متصلين فيهم، اي أن صح، الكائنات الأفيان نعم يتصلون بهاي وانت الكائنات. قلتي هذا حتى عندما احنا وضحنا الامر، اعتقد انت قلتي هذا تمام اعتقد، ولا بوكوني أعتقد سبعة تي عشر سبعة قالت عشر، اي أي تي بوكوني سبعة سبعة عشر عشر أيضا بوك خبرت هاي اي المعلومة. آه. فأستاذ يعني فعلا هم كانت طيبة، كانت محتاجة الحب، اي نعاملها بحب وننظر لها بحب، وهم كانوا طيبة وعظيمة، وأخبرني أنهم أساسا يتصلون بقية الكائنات. إحنا نقصد عليها الله الكائنات الحيوانية، هم أسهل منا في التعامل معاهم. اها رائع نعم أسهل جدا. منا. اي فعلا اي صح، هي خطأ، هي حتى تسمية كائنات حيوانية خاطئة، جدا خاطئة أصلا، مو فقط خاطئة حقيقة. اي هاي كائنات أصولها ينتمون القطط الأسود بالأرض، تحدثنا كثيرا، هاي كائنات عظيمة يعني أصولها، عندهم حضارات كونية عظيمة. اي فهم الساسكواتش بيبول، نعم عندهم اتصال حقيقة عالي جدا بهاي الكائنات اللي تعيش بالأرض، اللي خطأ أن تسمى الكائنات الحيوانية، خطأ. اي أستاذ لأن بريئين مثلهم، يعني الله ما عندهم أي فكر عدواني، يعني أنا ما اي عندي فكر عدواني، أنا أساعدك، أنا أحبك، أنا يعني دايما عندهم روح المساعدة. هاي اللي حسيت فيه روح المساعدة، أن آمين أنا إذا اي شفتك أنا بخدمك أنا بساعدك. بس الإنسان خطأ يخاف منه. نعم الساسكواش قصدك؟ ها نعم أستاذ، اي روح خطأ هذا المساعدة، اي يعني اي لو التقينا في أحد منهم أول شيء يسوي يمكن إنه يعرض علينا إنه يساعدنا. يباركني طبعا فعلا. أما أستاذ يعني أنا رجعت إلى الأرض، ولكن أيضا استقبل جدا جدا طاقات عالية عالية جدا اي في الجسم المادي أستاذ. رائع جدا، اي سفرة عظيمة حقيقة، واحنا فخورين بك وعائلتك الكونية فرحانة، وايضا عائلتك الكونية سعيدة يعني بوجودك معاهم، ترجعين اليهم. الكون العظيم يا اختي يبارك حياتك، يبارك سفراتك الكونية، كلنا نقول بتجاه السلم الضوء، اصعدي الى الضوء، حقيقتك انت من الضوء. امين امين امين.